تعال نقول كده المقادير. عندي كيلو ونص طماطم، كيلو ونص طماطم، توم باودر، بصل باودر، معلقه ومعلقه على الكميه دي ان شاء الله هتبقى الطعم مظبوط، ملح وفلفل، عود قرنفل او عودين قرنفل، كبش قرنفل، حاجه بسيطه عشان ما يتغش الطعم، وانا مش عايزاه بودره، انا عايزاه زي ما هو. بيقولوا ايه؟ كبش قرنفل. طيب، نص كوبايه من السكر، كوبايه الا ربع من الخل الابيض النقي، معلقه من الميه على ربع معلقه من النشا، حاجه بسيطه جدا. تعالوا يلا بينا نروح الاول عند الخلاط، هنبدا. انا ممكن عشان اساعد الطماطم تتضرب معايا اديها شويه ميه قليله، وشويه الميه دول هيرجعوا يتبخروا معايا تاني اثناء التسويه. خلاص، انا بس بسخن الحله هنا شويه صغيرين، وخليني البس الجلافز عشان ايه؟ هصفي، ممكن اصفي بايدي. عايزه اقول لكم تصفيه الطماطم للايدين مفيده جدا للبشره، جدا بتمنع التجاعيد والشيخوخه، فيها كميه مضادات اكسده رائعه. بسم الله، يلا بينا. فممكن نجرب كده وهنعمل حبه حلوين. يروح قلبي عصير الطماطم ده، كل اهالينا القدام. ندى بتقول لي مامتي كانت بتعملي عصير الطماطم وهي بتعمل الاكل. اقول لك انا بقى الاقوى. طيب، اختي بقى كانت تعمل لبنوتتها وتبعت لي معاها كوبايه، تعملها ببيبرونه للاطفال وتضرب لها الطماطم وتصفيها وتديها لها عشان تاخدها بنسبه حديد كببرونه، يعني تاخدها كده، فكانت بتبقى جميله جدا بصراحه. طيب، هناخد بقى شويه ميه، عشان اكيد الميه دي مغليه وبردت يعني معقمه. بسم الله، هاخد شويه كده بس، نحرك بس بيهم الايه؟ الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر كده، بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد كده في المصفى، مصفى هصفي فيها، لازم يبقى خليط ناعم خالص. ماشي الكلام؟ ايوه، كلام جميل. بسم الله، دي بقى الفاكرين مرحله زمان لما كانوا بيصفوا الطماطم كده بيعصروها بايديهم كده، دي بقى احلى حاجه للبشره وللايدين، وتمنع الايه؟ الشيخوخه والعجز من الايدين، الايدين بتعجز اكيد. اهو شايفين بصفي كده اهو. الكاتشب ده بقى فيه حاجه من الاثنين، طبعا هي الطماطم لما بتصلصل بتغمق لونها زي ما احنا عارفين، لكن اذا انتوا حابين تدعموا بنقطه من اللون عشان تدوا الطعم المبهر للولاد ماشي. واحيانا الطماطم بتبقى حلوه قوي فما بتضطرناش ان احنا نعمل الخطوه دي الحقيقه خالص. اهو شايفين اهو بصفيها كويس. انا بس ايه، هاخد شويه دول مبدئيا حلوين عشان يستووا معايا، وايه طبعا، لكن احنا نقدر نصفي طبعا اكتر من كده. اهو اهو، ناخد بقى كده، ناخد بقى هنا في الحل. اول حاجه هعملها هنحط بقى المكونات دي هنا. بسم الله، ادي العصير. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر، بس عشان هتغلي. انا بصوا مسخنه الحله، بصوا اللون على طول بيتغير ازاي، هيبدا ياخد، هتغمق وهتدينا درجه حلوه. ادي الطماطم، انا كده مش حطاها على النار، بس كنت مسخنه البان كويس. هحط عليها السكر، عندي قد ايه سكر؟ نص كوبايه، مهمه قوي، نص كوبايه سكر. وعندي كمان، عندي كوبايه الا ربع خل. بسم الله، هدي النار بس عشان انا معليها قوي يا ولاد اهو. وعندي توم باودر، وعندي بصل الباودر، وعندي رشة ملح مش كتيرة، وعندي الكبشين القرنفل اللي قلت لحضراتكم عليهم، هحطهم زي ما هما عشان بس يدوني طعم خفيف. أو بقية السكر هاخد بقى هنا النشا كده مع شوية مية اهي. بصوا قد ايه، حاجه بسيطه جدا، احط معاها الميه بس الاول، هقلب ده، خليني اقلب الاول الخليط ده كده. بسم الله،
عشان تغلي شويه وتبدا تدخل في الايه، في انها تستوي. كل ما هتبدا تتكاثف وتتخس كل ما تبدا تديني التقل والحاجات، وانا هحط نقطه من اللون عشان اساعدها تطلع لي اللون اللي انا مطلعاه في العينه بالظبط. وعلى فكره ممكن بدل اللون، بس انا ما بحبش اضيفها كتير، هي صلصه الطماطم. ممكن نحط معلقه كبيره من معجون الطماطم نوع كويس، بتبقى جميل. وبدا بقى ياخد شويه شويه يتكاثف لحد ما هيبقى، هسيبه خالص لما ياخد القوام اللي احنا عايزينه. اخر مرحله هضيف فيها النشا بمعلقه الميه اللي قلت لحضراتكم عليها. بصوا هو كمان بدا دلوقتي لسه شويه، طبعا انا هسيبه شويه معانا، هيطلع معانا رائع وطعمه روعه. معلقه البصل الباودر، معلقه الثوم الباودر، حطينا رشه من الملح، وادي رشه الفلفل بسيطه قوي. في ناس بتحبه يبقى سبايسي، لو في مرحله انكم عايزينه سبايسي هنحط هنا معلقه من الشطه، هيبقى طالع كاتشب سبايسي يعني حار. بصوا بدا شويه يعني القوام كده يتكاثف، ده لسه قبل ما نضيف حتى النشا او اي حاجه. ممكن نبص بصه سريعه كده اهو، وهسيبه تاني يتكاثف. كل شويه يقل في الحل، اول ما يقل مستواه تاني ويفضل يتكاثف لحد ما هيبقى معايا مظبوط جدا. بصوا واللي جوه ده القرنفل، الاثنين كبش قرنفل اللي احنا حطيناهم، بصوا اهو هيبدا تاني يتقلص ويقل يقل يقل لحد ما نوصل. انا طبعا بهدي النار عليه معلش، انا هنا معليه شويه، لكن احنا ايه لازم نهدي شويه ونسيبه على نار هاديه، يبدا الدنيا تبقى معاه جميله جدا جدا زي ما حضراتكم شايفينه كده. هيبقى بشكل لطيف، وهيبقى كمان قوامه لطيف جدا. هوريكم برده قوامه، بصوا جميل هنا ازاي. واللون زي ما انتم عايزين تضيفوه ما تضيفوهوش، بس هو اللون بصراحه بيظبط. بصوا هيبقى كده القوام. بقى عايزين تخففوه وتقللوه دي حاجه ترجع لحضراتكم. وطعمه حلو مقبول جدا جدا، نقدر نخففه ونتقله زي ما احنا عايزين. عايزين تزودوا النشا هيتقل شويه، عايزين تخففوا النشا هيبقى خفيف. القوام اللي حضراتكم بتعملوه تتحكموا فيه من هو بصوا في الحله، هيبقى رائع جدا كده. احنا انا سايباه، بصوا معلش بصه اخيره بعد اذنك مخرجنا هنا اهي. بصوا وادي الفطيره احنا قطعناها بقى، وعايزين ياكلوها زي الكلابات كده، فاحنا قطعناها حطينا التشيز من فوق، قالوا لنا احنا عايزينها كده، هي هتسيح من السخونيه، وهي فعلا بدات تسيح. سيبناها لهم مش عايزين يدخلوها في الفرن. اوكي دي طريقه، وممكن تسيبوها زي ما انتم عايزين. بصوا بقى الكاتشب هنا بدا، وهيبقى يدي قوام ان شاء الله حلو. اول ما هيبدا يتقل كمان عن كده هتلاقوه، بصوا كل شويه يقل يقل يقل، هيطلع ان شاء الله رائع وطعمه جميل جدا، وهتحبوه وهتبداوا تعملوه في البيت طول الوقت. هو من الحاجات الجميله، عايزينه سبايسي هنزود شطه، عايزينه مش سبايسي هنخليه زي ما هو ونزود بابريكا بس. يا رب الوصفات تكون يعني خفيفه وجميله، واللي طلبوا مني الكاتشب تكون طريقته سهله وبسيطه بالطماطم الطبيعيه.